الملا باسم الكربلائي، حيث طرح يا يوسف الطفوف كلمات ناظم الحاش، لنشاهد. يا يوسف الطفوف نقطع لك الجفوف، يا يوسف الطفوف نقطع لك الجفوف، اخجل خيالك انظر جمالك، اخجل خيالك انظر جمالك عجيب. طبعا دائما عودنا الملا باسم الكربلائي بطرح قصائد عظيمة، قصائد خالدة، قصائد حقيقة أوصلت القضية الحسينية إلى نهاية العالم، لأن هذا الصوت الحسيني الجميل اللي ما نقدر احنا نتخلى عنه أو نفارقه في لحظة من اللحظات، لأن صوت الملا باسم سفير قلوب المحبين لأهل البيت عليهم السلام.